لها سؤال مطول بعد الشيخ صالح، ملخصه أنها تسأل كيف تكون الأنثى آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر؟ تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر في حدود استطاعتها ومقدرتها. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، هذا عام للرجال والنساء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمرأة يجب عليها أن تأمر أولادها ومن في بيتها، يجب عليها أن تأمر وتنهى، بل لها السلطة في ذلك، ولها أن تضرب أولادها على الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، تضربهم إذا تركوا واجبا أو فعلوا محرما من أجل تربيتهم، ويكون هذا الضرب ضربا غير مبرح، يحصل به المقصود ولا يضر الأولاد، وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وكذلك إذا سنحت لها فرصة خارج بيتها مع زميلاتها أو مع أخواتها المسلمات ورأت منهن منكرا، فإنها تنكر عليهن بما تقدر عليه من المراتب الثلاث. إن كانت لها سلطة فإنها تنكر المنكر بيدها، وإن كان ليس لها سلطة فإنها تنكر المنكر بلسانها، وإذا لم تستطع باللسان فإنها تنكره بقلبها.